في باقتنا الثقافية احتضنت دار عبد اللطيف بالعاصمة اليوم معرضا فنيا حمل عنوان ذاك الغلاف للفنان التشكيلي الطهروان، معرض أبرز خلاله روائع أعماله خلال مسيرته الفنية التشكيلية الحافلة في رسم وتصميم أغلفة الكتب والدواوين الشعرية لكوكبة من أدباء جزائريين وأجانب، ومن اعتبر الغلاف ركيزة الكتاب التي لا يمكن الاستغناء عنها باعتبار بابا يلج من خلاله القارئ إلى بيت الكتاب. تغطية لميس مراد وسفيان عتق. أفضل كتاب هو القرآن الكريم. كان أهم شيء موجود هو ليس الغلاف لكن المضمون، لكن مع مرور الزمن لتقديرا واحتراما و يعني تقديرا واحتراما لمضمون الكتاب، الكتاب السماوي القرآن الكريم أصبح يزخرف ويعتنى به ويقدر ويبجل، وهناك مثل ما يقولوا حتى التجويد الخط نفسه موجود عبر الزخارف والتنميق وجماليات الخط العربي. هي واجهة الكتاب، هي واجهة كذا. نفس الشيء الكتاب الحديث حتى من الكتابات الأولى، الكتب الأولى السومرية أو المسمارية، كان 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 التصميم التقديم لكي يستوعب من طرف المتلقي يعتمد على جماليات الكتابة السومرية وتقديمها. وعن سؤال قناة البديل حول كيفية اتقاء الألوان والخط الخاص بالغلاف، كشف وبان أن مضمون الكتاب هو انعكاس لصورته الخارجية. والأسس أو الركائز اللي تعتمد عليها فكرة الكتاب فتوضح جرافيكيا على الواجهة، فهي واجهة الكتاب. وعبر التاريخ كل زمان وزمان وكل زمان الأيقونات التي كانت تزخرف بها الكتب المسيحية، المصاحف الإسلامية التي كانت تنمق بالذهبيات بشتى أنواع الخط العربي، فهي كأنها تجود أو تؤذن عبر جمالية اللون، حركية اللون، وكل محيط محيط الآن محيط الرقم، أنا السرعة، التباهي، الإغراء، الغش. الفنان التشكيلي عدد خلال خرجاته أسماء تعامل معها سواء في داخل الجزائر أو خارجها في دول عربية وأجنبية، ما سمح له بصقل وتطوير موهبته الفنية أكثر. معظم الأدباء كنا في عائلة واحدة، دوما نلتقي ودوما نتحاور حول الإبداع، حول الرسم، حول القصة، نصغي يعطوني فكرة على قصصهم، على أشعارهم، أو أصغي إلى أشعارهم وتأتي هكذا الرسمة تلقائيا بإحساسي وتقديري لمضمون غلاف المجموعة الشعرية أو القصصية. هذه مثلا لوحة لغلاف سليمان جوادي نهاية السبعينات، أحمد حمدي، بشير خلف، طاهر الجعوط رحمه الله. أول رواية كانت بطلب منه لغلافة سنة 1980، مصطفى الغماري، عمار بن زايد، وغيرهم وغيرهم.